من تل أبيب ينضم إلينا أحمد جرادات ليطلعنا أكثر على تفاصيل ما يجري الآن. أحمد، يعني بالفعل دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وتل أبيب الكبرى، أي بالمناطق المحيطة بها، وحتى اللحظة نستمع بين الحين والآخر إلى أصوات انفجارات. هذه الأصوات هي ناتجة عن تصدي القبة الحديدية، ولكن في اللحظة الأولى لإطلاق هذه الصواريخ سمعنا صوتا مختلفا ورأينا دخانا يخرج من إحدى المناطق في تل أبيب. على ما يبدو أن من هذه الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة سقط صاروخ واحد على الأقل في منطقة في تل أبيب، ولكن حتى اللحظة لا أنباء إسرائيلية عن مكان السقوط أو طبيعة المنطقة التي سقط فيها الصاروخ. نتحدث عن رشقة على ما يبدو أنها كانت كبيرة نوعا ما، لأن صواريخ القبة الحديدية خرجت بكمية كبيرة وحاولت التصدي لهذه الصواريخ، وكنا نتوقع أن تقصف تل أبيب ويتم إطلاق الصواريخ إلى تل أبيب بعد أن تم قصف واستهداف مبنى سكني في قطاع غزة. وإذا ما عدنا إلى عام 2021 فهذا يعني أن أو عفوا 2021 فهذا يعني أن ما يجري الآن هو تثبيت للمعادلة التي شكلت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عامين، والتي كانت حركة حماس ترد بقصف تل أبيب على كل استهداف للأبراج السكنية في قطاع غزة.